نعم بالفعل، عمليات قصف ما زالت متواصلة، وعمليات استهداف لتجمعات للمواطنين بشكل مركز وبشكل مكثف، سواء في محافظة شمال قطاع غزة أو حتى في محافظة مدينة غزة التي كان آخرها استهداف تجمع للمواطنين في منطقة مسجد الخالدي غرب مدينة غزة. هذا الاستهداف الذي أدى إلى وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة. هذا الاستهداف جاء تباعا للاستهدافات التي وقعت منذ ساعات صباح هذا اليوم، والتي كان من بينها استهداف تجمع للمواطنين في سوق حي الشيخ رضوان بغرب مدينة غزة، والذي أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات وصلوا عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى المعمداني. هذه الاستهدافات الإسرائيلية ما زالت متواصلة أيضا في ظل عمليات الإبادة وعمليات القصف وعمليات التدمير الواسعة في منطقة شمال قطاع غزة، والتي كان من بينها استهداف تجمعا للمواطنين في سوق مشروع بيت لاهيا. هذا الاستهداف الذي أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل وعدد من الإصابات تم التعامل معهم في نقطة طبية ميدانية، وبالتالي هذا يأتي في ظل انهيار المنظومة الصحية، ويأتي في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لواقع المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي. نتحدث عن مستشفى كمال عدوان، هذه المستشفى التي وقعت في التي تقع في منطقة مشروع بيت لاهيا، والتي أخرج الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة خلال عمليات الاقتحام الأخيرة التي شهدتها هذه المستشفى. وبالتالي هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يعني يواصل عمليات الإبادة، ليس فقط من خلال عمليات القصف والتدمير واستهداف المنازل وتجمعات المواطنين من المدنيين، سواء في الأسواق، سواء في محلات تجارية، سواء في داخل منازلهم أو الأبراج والعمارات السكنية. وبالتالي هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد في استهداف المدنيين. كان أيضا هناك عمليات استهداف ملحوظة في ظل ارتكاب المجازر التي وقعت أيضا خلال الساعات الماضية، هذه المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 120 شهيدا في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة، سواء في بلدة بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة أو حتى في مشروع بيت لاهيا أو منطقة مخيم جباليا. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف وعمليات التدمير وعمليات الاقتحام للمناطق السكنية للمستشفيات، وعمليات الحصار أيضا المطلق والمشدد على مناطق شمال قطاع غزة، وإغلاق جميع المنافذ على المواطنين والمدنيين الذين حاولوا أن يلجوا إلى مناطق تكون خالية من عمليات القصف الإسرائيلي. لكن بالطبع جميع المناطق الآن أصبحت تحت نيران الاحتلال، سواء من قبل طائرات الكواد كارتر التي ما زالت تحلق في الأجواء وتحاصر المستشفيات وتطلق النار على المواطنين وعلى المارة، كما حدث قبل قليل في ارتقاء مسن في دوار أبو الجديان في وسط مشروع بيت لاهيا، وهو من عائلة أبو حجاج. وبالتالي كانت هناك أيضا مناشدات تطلق واستغاثات من قبل المواطنون والشبان الذين تتعرضوا للاستهداف خلال الأيام القليلة الماضية وخلال الساعات الماضية أيضا في منطقة تل الزاطر، في منطقة مخيم جباليا، شارع العجارنة. هذه المناطق جميعها تتعرض لعمليات قصف، وبالتالي المواطنون يفتقدون لأدنى أي مقومات حياتية أو إنسانية أو حتى خدمات إنسانية، سواء من قبل طواقم الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني. وبالتالي جميعها خرج عن الخدمة، والاحتلال أجبر على الخروج من منطقة شمال قطاع غزة، وبالتالي أجبر على النزوح إلى منطقة مدينة غزة. وبالتالي أي شخص أو أي مواطن أو أي مدني يتعرض للإصابة فهو بالطبع سيكون مصيره الموت. وهذا ما حدث مع مواطن من عائلة أبو صلاح، كان قد أطلق خلال الساعات الماضية نداء استغاثة بظهور إسعافه ونقله إلى مستشفيات شمال قطاع غزة التي هي أصلا قد خرجت عن الخدمة، وبالتالي هذا أدى إلى ارتقائه على الفور. نتحدث عن أزمة إنسانية خانقة في ذات السياق أيضا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، منع إدخال المساعدات الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الطبية إلى هذه المستشفيات. وكانت هناك تصريحات أخيرة قد صدرت خلال الساعات الماضية على لسان الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، الذي طالب بإدخال الوفود الطبية إلى مستشفى كمال عدوان من أجل القيام بتأدية واجبها الإنساني في إجراء عمليات جراحية وتوفير الأدوية المناسبة للمرضى والمصابين الذين تعرضوا إلى عمليات القصف والإبادة في شمال قطاع غزة. وبالتالي هناك منع وعدم استجابة سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو حتى المنظمة الدولية التي من شأنها أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإدخال هذه الأدوية وهذه الوفود الطبية التي من شأنها أن تخفف عن يعني واقع المأساة التي يعيش في شمال قطاع غزة.